أولادنا طلعوا بهجرة غير شرعية بتاريخ 6/9/2014 بيهم سنة وثمان شهور عن طريق اسكندرية. اتقبض عليهم من الحكومة المصرية وما نعرفش عنهم أي حاجة. لو وصلوا إيطاليا يا عم أصلاً لا إيطاليا مما بتكون على الشط بتاع دمياط. أنا مكلم ابني وده أنا كلمت ابني ابنه كل أسبوع بيكلمه. يعني أنا كلمت ابني بفلوس موجودين كانوا في سجن العزولي في إسماعيلية. اتنقلوا من سجن العزولي راحوا سجن التل الكبير في المعسكر عين ستشارة. راحوا سعيد موجودين هناك دلوقتي. وأنا مكلم يعني يقول لي ما نعرفش عنه حاجة. ما خرجوا ولا ركبوا مركب ولا ليلة. لما نعرف مكانهم فين ونروح نزورهم ينقلوهم يقولوا مش موجودين عندنا هنا. ينقلوهم من التل الكبير الإسكندرية. ولحد دلوقتي ما خلناش مسؤول اللي ما طرقنا بابه. ما رضيش يسألوا فينا خالص. النائب العام رئيس الوزراء كله ما حد سأل. بدر عبد العاطي يا عم يا عم ده الجزار اللي بيذبح بهيمة بسكينة متلمة بيبقى حرام عليه. ما بالك دول بيذبحوا فينا بسكينة متلمة بنادمين. قصة بلد دي للسجن للموت للسفر بره. نسافر مش سايبيننا في حالنا قاعدين في البلد. يعني ده فيهم عيال 12 سنة. كل حاجة مش سايبيننا. فيهم عيال 12 سنة من 12 سنة ل 16 سنة. قصر ما يجوز ليهم السجن. سجنهم ليه بتهمة ايه بس؟ حسوا بيه